والله انا بجتهد يعني وببذل مجهود يعني اقصى مجهود. انا عارفين زملائي عارف الاستاذ راؤول وباقي يعني بجتهد معلش سامحوني. بس انا عاوز اقول لك على حاجه. انا اكتر حاجه كانت مضايقاني في مديحي لما يمدحوني في حدائق الشيطان على اني انا اتقدم اللهجه المصريه، وانا مستغرب الحكايه دي. يعني هل هي يعني هل امتحان التمثيل واتقان اللهجه؟ مظبوط الممثل لازم يتقن اللهجه اكيد طبعا، بس هل هو ده الموضوع؟ على فكره اخر حاجه امدح عليها انا في حدائق الشيطان هي اللهجه. انا اذا كان عاوز حد يبسطني ويسرني لما بيتكلم عن حدائق الشيطان يتكلم هل انا استطعت ان افهم الشخصية الصعيدية مش بشكل عام، هذا الرجل الصعيدي في مركزه ده هل استطعت اني افهم السايكولوجيا بتاعته؟ هل استطعت اخلي راجل زي مندور الدهب قادر يمشي الدنيا بعينيه فقط بنظراته؟ قدرت اخلي الراجل الصعيدي الكبار اللي هو كبير بقومه لما يصمت الناس تتحسب لهذا الصمت؟ ده هو فن التمثيل. لانه بالاخر الاستاذ العظيم انتوني كوين بعمر المختار مش ما كانش بيتكلم لهجه ليبي، ده ما كانش بيتكلم عربي من اساسه، كان بيتكلم انجليزي. واحد كده صدقنا انه هو الشيخ عمر المختار وانبهرنا، وبصراحة احسن كتير ممثلين عرب يعني يركبوا دان ولبسوا وطلعوا وقالوا على اساس انه هو يعني شخصية تاريخية يعني وقالوا اللغة العربية الفصحى. بس عمر المختار كان انتوني كوين بالانجليزي بتاعه اكثر تأثيرا. شكرا.